صباح الخير. صباح الخير، اهلا بالفنان. اكيد حاجه مهمه خليتك تطلب تقابلني وبالسرعه دي. هو في اهم من الخبر اللي حضرتك نشره في المجله بتاعتك؟ يبقى اولاد الحلال كان عندهم حق لما قالوا لي انه رشدي زعلان من الخبر ده. ازاي يا استاذ بديع تنشر خبر جوازي من صباح من قبل ما تتاكد منه؟ انا عرفت من مصادر موثوق فيها، ولو كنت استنيت اكتر من كده كنت خسرت السبق الصحفي وما بقاش اول واحد ينشر الخبر ده. ما تقول بصراحه انك استعجلت ونشرت خبر كاذب. انت متاكد انه فعلا خبر كاذب؟ ايوه طبعا خبر كاذب، ولازم تنزل تجزيف فورا وفي العدد الجاي. بس صاحبه الشأن قالت لي انه مش كاذب ولا حاجه. صاحبه الشأن مين؟ صباح طبعا، اللي حضرتك بتنفي انك اتجوزتها مع انك اتجوزتها فعلا. هي اللي قالت لك كده؟ ايوه. اللي ما تعرفوش يا رشدي انه انا وصباح اصحاب من زمان قوي، ما بتخبيش عني اي حاجه. هي صحيح زعلت مني عشان نشرت الخبر من دون ما ارجع لها، بس ما حاولتش تنفي زي ما انت بتحاول دلوقتي. استاذ بديع، استاذ بديع، الخبر ده عمل لي مشكله كبيره مع سامية. الحل الوحيد انك لازم تنزل تكذيب. بتفكر بمشكلتك مع سامية وناسي مشكلتك مع صباح بعد ما تعرف انك ما طلقتش سامية زي ما فهمتها؟ انا مش جايبك عشان تنصحني او تربيني من جديد. عفوا يا استاذ، انت فنان كبير وفوق اي نصيحه، بس المشكله انك اتجوزت صباح بسرعه قبل ما تعرف هي زعلها وحش قد ايه، وانها ممكن تغفر لاي حاجه الا الخيانه. انا ما خنتش صباح، انا كذبت عليها كذبه بيضة عشان ما اجرحش مشاعرها، وانا عارف انها بتحبني زي ما بحبها، ومتاكد انها عايزه تتجوزني زي ما انا عايز اتجوزها بالظبط. انت تصورت انك هتتجوز ساميه بمصر وصباح بلبنان، واللي حساعدك على كده انه صباح ممنوع من دخول مصر، بس نسيت يا استاذ رشدي انه الكذبه البيضاء اللي بتقول عليها دلوقتي هتخسرك واحده فيهم، ممكن جدا تخسرهم هما الاثنين.